اقول لك العزبه اللي معي جاهزه. ايه يا ابن الحلال، شغل البربسة انا ما احب. انا مكلم عبد الكريم وقايل له جيب القدور معك، ومكلم بعد ناصر. اسمعني بس، المهم بكره الساعه 7 الصباح تكون واقف عند باب بيتي عشان تركب معي، غير اللف والدوران انا ما احب. تحتاج اساعدك بشيء؟ لا شكرا، الله يعطيك العافيه، انا مجهز كل شيء. ما شاء الله ما شاء الله، مع اصحابك من قبل باسبوع تحضر، وانا من متى طالبتك نطلع انا وياك تاجلها من شهر، مشغول مع اخوياي ماني فاضي. اوبا استلم يا روميو، ناس انك موعد المدام تطلع معها وانت موعد الشباب وناويين على كشته اسطوريه، بس لا تشيل هم، استلم النصيحه الاولى، ابهرها وخلها تسولف مع الشجر. ها تعالي شوفي. وش اشوف؟ شفتي هذه المطاعم؟ كل هالمطاعم في المربع، والله العظيم جايبين مطاعم من كل العالم. من كثر المطاعم انا حجزت لك فيها كل ابوها. بعدين انا قايل للشباب راح اطلع معكم لين نطلع سوسن احلى طلعه. لم تضبط معنا، حلوين. انت ناوي تكشت اسبوع تاخذها عشاء بس؟ خذ مني النصيحه الثانيه، دغدغ المشاعر ورجع ايامك الحلوه. يا ابن الحلال اسمعيني، تذكرون قضينا شهر العسل؟ مصر، شوفي ليلة المحروسة. باخذ بك لفة في البوليفار. طالب لك كريب مخصوص لك عشانك. طيب من كان؟ ترى الموضوع مخطط له من زمان. طبعا احلق شنبي الان اذا الموضوع مخطط له من زمان. شكرا جزيلا لكم، قسم النصائح في الهيئه العامه للوناسه دائما موجود وطوال الموسم، كل اللي عليك تسويه انك تحمل التطبيق وتتابع كل الفعاليات الجديده. وتراك يا حبيبي زيد الكشنه.